تعالى مع بعض كده نشوف تقرير ده مع لاعبي وجهاز 2008 وقالوا ايه عن مدربهم الكابتن اسامه زكي. احنا الاول بس واخدين المساحه كامله من عندنا من كابتن اكرامي المشرف على مدرب حراس المرمى كابتن خالد بيبو مستر بروكيتش. احنا بننمي في الولاد ان انا اهم حاجه عندي ان انا ببقى في السن ده انا معلم قبل ما اكون مدرب، ان دي مرحله تعليميه، ان انت في مراحل البراعم كلها انت بتبدا تتربي الاول الولد على اخلاق النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي قبل المراحل الفنيه بكتير جدا يعني. لكن المراحل الفنيه انا الحمد لله من السنه اللي فاتت عندي يوسف صنديد 30 ماتش من غير ما يدخل فيها ولا هدف، السنه دي يوسف صلاح لسه جاي جديد النادي لعبنا بطوله زد بدون ولا هدف 5 مباريات، خدنا البطوله الحمد لله بفضل ربنا رقم واحد وبعد كده حراس المرمى، وفي الدوري 6 مباريات اهو الحمد لله بدون ولا هدف يوسف صلاح. فالحمد لله احنا بننمي في الولاد ان احنا رقم واحد شخصياتهم، الشخصيه ان انت من صورك لازم تكون عندك شخصيه القياده، لان حارس المرمى هو اللي بيبدا في كل حاجه، هو الكابتن جوه الملعب، فهو اللي بيقود الملعب كله، رقم واحد شخصيه، الفنيات دي مرحله تعليميه فبيبدا يتعلم في كل حاجه. انت نفسك بتبدا تشوف حاجات الولد نفسه اصلا انت ما بتعلمهاش، الولد بيطلع من جواه موهبه بتشوفها انت لسه الموهبه بتبتدي تنمو. فطبعا الجزء الفني كله احنا بنشتغل معاهم من الصفر، مهما يكبر الحارس مهما يكبر لازم ياخد معلومات اكتر لان هو بيعدي على مراحل كتير جدا يعني. فدي مرحله تعليميه وتعديه الاخطاء لازم بيعدي على اخطاء كتير، وانت دورك ان احنا بنعلم تحت مظله النادي الاهلي اللي هو انت في النادي الاهلي. لعبنا مباريات كتيره والحمد لله ادينا كويس وسيبنا كويس، والتمرينات الكابتن ما بيسيبناش بيدينا بدني على طول عشان نبقى في الماتشات احسن، ربنا يكرمه في الفرق الكبيره ويكونوا مدربين في الفرق الكبار وان شاء الله يقضوا معانا موسم جميل. طب حلمك ايه؟ حلمك اكون لاعب كبير قوي واكون زي محمد صلاح. اهم حاجه نبقى نكون رجاله ونكسب كل ماتش عشان احنا الاهلي ما بنخسرش وكده، بس احنا لعبنا كذا ماتش والحمد لله كسبنا فيهم وما خسرناش ولا تعادلنا عشان ما ينفعش نخسر ولا كده، لازم تلعب كويس وشد حيلك كده بس. حلمك ايه؟ نوصل في الفريق اول. الحمد لله الماتش اللي فات ادينا كويس جدا بشكل كويس عشان من اول الماتش سهلنا على نفسنا الماتش، جبنا اول جون في اول 5 دقائق بعدين تاني جون ورا تالت جون، بقى الماتش سهل بالنسبه لنا والكابتن بيشجعنا اكتر واكتر من بره، يعني بيقول لي قبل الماتش خليك ايجابي على الجون، ركز على جون كويس عشان نسهل الماتش من الاول، يجيب جون فالماتش يسهل والفرقه اللي بتلعب ضدنا يعني تستسلم فاحنا نقدر نجيب جون اكتر ونأدي بشكل احسن. وحلمك ايه مع النادي الاهلي؟ ان شاء الله هطلع الفريق الاول ومن احسن اللعيبه في مصر. تقول ايه للكباتن بتوعك؟ اشكرهم جدا طبعا للاداء اللي هم مخلينا فيه والمساعده بتاعتهم لينا. ما شاء الله عليهم، بالرغم يعني لعيبه صغيره لكن عندها شخصيه النادي الاهلي وكمان متحدثين مش هايبين الكاميرا او الموقف نفسه.